إيران تضطهد الأقليات الدينية من قبل نظام الملالي، هذا ما أكده مقرر الأمم المتحدة لحرية العقيدة والإنسان على هامش أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. بيرفيلت أكد أن بعض الأقليات في إيران تعيش في الجحور وإلا تعرضت لمختلف أنواع المضايقات والأخطار، وبالأخص المسلمين السنة والمسيحيين. ما كشف عنه المقرر الأممي ليس مفاجئا ولا جديدا، فإيران تقمع الأحوازيين وتقوم بعمليات إعدام بحجج واهية بشكل دائم، حيث ذكرت المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن 2200 حالة إعدام نفذت في إيران منذ استلام حسن روحاني منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد منهجية نظام الملالي في إعدام الأصوات المعارضة ومن بينها الأقلية الأحوازية. القتل والسجن والمحاكمات الصورية الملفقة كذلك، كلها من أدوات القمع في إيران، ما دفع مقرر الأمم المتحدة لوصف النظام الإيراني بالديكتاتوري وأنه حول العدالة إلى مسخ، عدا أن الدستور الإيراني لا يمنح الأقليات الدينية أي حقوق على الإطلاق. تعد الأحواز التي يقطنها ما يزيد عن 10 ملايين عربي أغنى المناطق في إيران، حيث يقدر إنتاج النفط فيها من مجمل الإنتاج الإيراني أكثر من 85%، لكن الأهالي فيها يتعرضون لأقصى أنواع الاضطهاد نتيجة اتباع أغلبهم للمذهب السني.